ده قلتها بعد تشكيل المجلس الرئاسي بعنوان حماة الدار. قلت فيها: رمضان يا رمضان جئت منارة، قد سقت للشعب العظيم بشارة، بشرى التئام الصف بعد تفرق وتشتت وتمزق ومرارة، وتجمعت تلك القوى وتضافرت، وتوحدت تلك القوى الجبارة. اللهم أهل التوحد عندما وطني ينادي للإباء أحرارة، اللهم أهل التوحد عندما وطني ينادي للإباء أحرارة. مجلس قيادي للرئاسة قد أتى ليقودنا نحو العلا بجدارة، للقائمين عليه ألف تحية ولمن رعوه وأحكموا أسواره. والآن دور المجلس الحر الذي سيديرنا بالجمع خير إدارة. والآن دور المجلس الحر الذي سيديرنا بالجمع خير إدارة. فابنوا العقول ووجهوا أهدافها نحو المعارف، فجروا أنهاره، وابنوا مدامك جيشكم بشجاعة، واحموا البلاد وواصلوا مشواره، لنعيد مجدا كان يوما شامخا وبمعبد الشمس العتيق إشارة. بلقيس كانت ذات يوم هاهنا قد أسست ملكا لها وإمارة، وبمارب التاريخ صار لملكها شأن تشد بناءه وحضارة. من كل شيء أوتيت ولها به عرش عظيم، فانظروا آثاره للعرش في آي الكتاب مقولة، وهناك سر فاكشفوا أسراره. يا أيها الأحفاد قوموا واسألوا ما أصل ذاك المجد، ما أخباره؟ سترون أعمدة تقول بأنني قد صرت لليمن السعيد شعاره، سترون أعمدة تقول بأنني قد صرت لليمن السعيد شعاره. والأعمدة الشماع رمز توحدي، إن التوحد رفعة وصدارة، مستقبل الأوطان في أبنائه، فابنوا العقول وناصروا أحراره. فهموا حماة الدار في جبهاتنا، وهموا أسود سيوفنا البتارة، فيطهروا بالسيف كل منافق، وتطهر بالعلم كل قدارة. فلأنتم شرف البلاد وعزها، ولأنتم ماء لها وطهارة، فلهم علينا أن نكون ظهورهم حتى تعانق للمخ الكسارة، فلهم علينا أن نكون ظهورهم حتى تعانق للمخ الكسارة. وكذا بصعدة ترتفع أعلامنا عبر الأثير، نزفها بإثارة، وعدم تمد ذراعها لحديدة، وصبر يسامره نقيل سمارة، وتعز عانق حضر موت بلهفة، والكل نحو السد شد إزارة، وتعود صنعاء الشموخ كأنها أم تضم صغارها بحرارة، وتعود صنعاء الشموخ كأنها أم تضم صغارها بحرارة، وتعود يا وطني سعيدا شامخا ومبددا حكم المجوس وناره. شدوا عزائمكم على الحوثي فقد خارت قواه وأصبحت منهارة، كونوا كسعد في النزال وخالد، خاضوا المعارك كلها بجسارة، وبدار كسرى ألبسوها كسرها، وأتوا سراقة ألبسوه سواره. وصلاة ربي في الختام على الذي حاز المكارم كلها بجدارة، صلوا على المختار خير مجاهد من جاء من رب العباد بشارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.